اه طبعا هيبص على ماتش غانا وكاف فيردي، لان كاف فيردي او الراس الاخضر يعني عمل المنتخب الغاني وخطفوه في اللحظه السعيده بشكل غير متوقع برضو. عايز اقول لك النهارده منتخب غانا لو في تغييرين لو عملهم هنشوف فريق مختلف تماما عن السنه اللي شفناه قدام كاف فيردي. واحد مع عوده محمد قدوس اللاعب الغني، طبعا لاعب لاعب مهم جدا جدا في خط الوسط، هو كان مصاب وما لعبش الماتش الاول، لو النهارده بدا هنشوف خط وسط مختلف تماما لمنتخب غانا. التبديل الثاني هو انياكي ويليامز مهاجم اتلتيكو بيلباو، هو كان على الدكه في المباراه الاولى، هويتون المدير الفني الايرلندي لمنتخب غانا حطه على الدكه واشركه في الشوط الثاني. اعتقد انياكي ويليامز النهارده بنسبه كبيره ممكن يبدا من بدايه المباراه، لاعب سريع جدا 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 جدا، واحد طبعا من نجوم الدوري الاسباني كلنا بنتفرج عليه في ماتشات برشلونه مع اتلتيكو بيلباو قدام برشلونه قدام ريال مدريد. فانا بشوف طبعا مرتبط زي ما احنا عندنا موقف صعب، منتخب غانا عنده موقف اصعب مننا ان هو خسر المباراه الاولى وما عندوش اي مساحه ان هو يعني يفقد المزيد من النقاط. طبعا مع طبعا احنا سمعنا الهجوم الشديد اللي تعرض له الجهاز الفني منتخب غانا بعد مباراه كاس فيردي في الفندق وهجوم الجماهير الغانيه عليهم، فهم برضه موقفهم اصعب مننا. فاتمنى يكون روي فيتوريا متابع الكلام ده